كل بلد يمتاز بتعدد الثقافات والخصوصيات. في اليمن مثلا ونتيجه لوقوعها على طريق التجاره القديمه، تشكلت ثقافه ممزوجه بين الشرق والغرب، اهمها الالبسه الشعبيه حتى اصبحت جزءا من الثقافه الشعبيه، من ذلك الكوفيه الزنجباريه التي تحولت اليوم الى ايقونه نضال ضد ميليشيا الحوثي الارهابيه. في هذه الصوره الارشيفيه التي ظهر بها محافظ البنك المركزي اليمني وانتشرت بعيد صدور قرار تعيينه في مهامه بالعاصمه المؤقته عدن مرتديا الثوب الابيض العربي بتصميمه اليمني والكوفيه الزنجبريه التي اعتاد الناس لبسها في المناطق الساحليه الجنوبيه والشرقيه لليمن ومحافظه تعز كامتداد جغرافي واجتماعي اصيل ومع اشتداد المعركة الاقتصادية، أصبحت أيقونة نضال للشعب اليمني في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية. فمنذ أيام تشهد محافظات البلاد المحررة موجة تأييد واسعة وتظاهرات شعبية وإلكترونية للقرارات التي أصدرت بغية توحيد العملة الوطنية وإنهاء الانقسام النقدي. هذه التظاهرات ارتدت الكوفية الزنجبارية تيمنا بالمحافظ المعبقي ورافضة لأي تراجع أو تأجيل لقراراته. والكوفية الزنجبارية هي أحد الرموز الثقافية المشهورة في اليمن، وتمثل خصوصية لها وتتواءم بها مع تنزانيا الحديثة، أو ما كانت تعرف بسلطنة زنجبار، ومنها أصل التسمية. وسلطنة عمان التي تطلق عليها الكمة ودول شرق إفريقيا وبعض جزرها لا تذكر مصادر التاريخ متى بدأ هذا التقليد الشعبي في اليمن بارتداء الكوفية الزنجبارية والتي تفردت بعد ذلك تعز بارتدائها لكن مصادر أرجعتها لكون عدن محطة ترانزيت تقع على خط العبور بين سلطنتي زنجبار وعمان اللتين كانتا تحكمهما اسره البوسعيد السلطانيه التاريخيه وانتقلت واستقرت في تعز ويعد ارتداء الكوفيه الزنجبريه من المحددات الرئيسه لشخصيه الرجل في اليمن داله على وقاره ومكانته وكما هي رمز تاريخ وقيمه تراثيه الا انها تلاشت قليلا بعد انقضاء القرن العشرين